طلابي الأحباء، سوف نقوم بمراجعة درس النبات الطبيعي والحيوان البري. هيا بنا. النبات الطبيعي لا دخل للإنسان فيه، ينمو نتيجة تفاعل عناصر المناخ. نتحدث الآن طلاب الأحباء عن أنواع النبات الطبيعي، والنبات الأول هو الغابات، الحشائش، النباتات الصحراوية. ما هي أهمية الغابات؟ الغابات هي مصدر مهم جدا للحصول على الأخشاب، وأيضا مصدر للثمار، وتحمي البيئة من التلوث. طلاب الأحباء، هل للغابات أنواع؟ نعم، يوجد 4 أنواع من الغابات. 1- الغابات الاستوائية، غابات البحر المتوسط، الغابات النفطية، ثم الغابات الصنوبرية. أشجار وحيوانات الغابات الاستوائية. أحبائي، أهم أشجار الغابات الاستوائية أشجار المهوجني، وهذا الشكل في الصورة يوضح شكلها. أيضا هذه الصورة توضح أشجار المطاط التي نحصل على مادة المطاط منها، ثم أشجار الكاكاو. أما حيوانات الغابات الاستوائية كما يتضح في الصورة الكروت والطيور الملونة. والآن طلاب الأحباء، أمامكم سؤال: ما هو الأقليم الذي ينسب إليه الغابات الأتية؟ الغابات النفطية، غابات البحر المتوسط، الغابات الصنوبرية.